أستاذ طارق زياد وهبي معنا؟ مساء الخير. مساء الخير مساء إليك الخير، ولضيوفك، ويعطيكم ألف عافية على النهار الطويل. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا. أستاذ طارق، حضرتك حائز على شهادتي بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة اللبنانية، مظبوط؟ شغلت منصب مدير مالي وإداري. عندي سؤال عن شهادتي بإدارة الأعمال، اثنين، مظبوط؟ لهيك عم بسألك إذا صحيح مظبوط. صحيح، إجازتين بالإدارة والتسويق وبالمحاسبة والتمويل. نعم. شغلت منصب مدير مالي وإداري لمجموعة شركات قنطار في الإمارات العربية المتحدة وقطر. قنطار، أنا علا القنطار. مع أستاذ منير القنطار تشرفنا. صديقنا. وكذلك شغلت منصب مدير مجموعة شركات الفصول للتجارة والمقاولات في قطر لصاحبها الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، ومنصب المدير المالي لشركة بيروت الدولية للصناعة البحرية للمخترع الدكتور عبد الله ضو. منذ عام 2008 تشغل منصب مدير مجموعة العذبي في قطر لصاحبها السيد راشد بن حمد العذبي، وحضرتك حائز على جائزة أفضل 100 رئيس تنفيذي لعام 2020 من جوائز جلوبال العالمية. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك، يعطيكم الف عافيه. أكيد مثل كل الاقتصاد بالعالم، مثل كل الشركات، تأثرنا بجائحة كورونا، وفيروس كورونا اقتص من أحلامنا وحد من طموحاتنا، مع أنه عم نجرب نزرع الأمل دايما ونقول لا بلكي لقدام وبتخلص يعني أزمة وبتمر، علما انه بالازمات بيكون في عنا كثير انواع، ازمه خفيفه، ازمه متوقعه، هيدي الازمه كانت غير متوقعه، ما بنعرف عنها شيء، حتى كارثيه صدمتنا لدرجه وقفنا مطرحنا فتره وبعدين بلشنا نتاقلم. ما فينا نقول انه صار عنا تاقلم كامل، ولكن ماشيين لنشوف وين بدنا، احسن ما نضل ورده فستان عم نمشي نحن وياها بصعوبه. اكيد الاقتصاد بكل العالم تاثر. هون بدي أسأل عن الاقتصاد، وبنظرك شو صار فيه بعد جائحة كورونا، كونك مدير بمجموعة العذبة بقطر؟ يعطيكم الف عافيه، مساء الخير مره جديده للجميع. بدي اخبرك شوي عن مجموعه العذبي. نحن مجموعه تجاريه من كبرى مجموعات الاعمال بقطر. نعم. مجالنا بالمجال العقاري، نحن مطورين عقاريين، استثمار، وساطه عقاريه، بيع وشراء، اداره املاك عقاريه، بالاضافه لاعمال تجاريه وخدماتيه متعدده. بتطوير الاعمال نستقبل الافكار الخلاقه من اي مكان، لاي حدا حابب يجي يستثمر بقطر بنتساعد نحن وياه لنأسس اعمال جديده. نعم. لا شك انه الفتره الاخيره قبل حتى كورونا الاقتصاد بشكل عام كان في تراجع وكان في انكماش اقتصادي، واجت الجائحه بعد منه لتزيد على هيدا الانكماش وعلى هيدا الوضع الصعب صعوبة أكثر. إذا ما نقارن مع غير دول أو لبنان أو غير لبنان، قطر كانت بالمواجهة أفضل وأقوى. السياسة الرشيدة لسمو ولي العهد، سمو أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد، الحوافز اللي انعملت والمساعدة اللي تقدمت للشركات ساعدت أو خففت شوي من وطأة الجائحة عليها. لا شك إنه يعني صار في مساعدات للشركات، صار في إعفاءات من إيجارات بالمناطق الصناعية، بالمناطق اللوجستية، إعفاءات للكهرباء. تقريبا قيمة الدعم وصل حوالي 75 مليار ريال، يعني حوالي 20 مليار دولار للشركات، مساعدات او تسهيلات بنكيه او حوافز لتقدر تعدي هذه الفتره. بالاضافه من الناحيه الطبيه والعنايه كان في كثير تشديد ومتابعه. ها ف حد نعم، يتفضل. تفضل تفضل. حضرتك قلت بالدومين العقاري، هلا نعم الدومين العقاري بلبنان بدي احكي بجمود، هيدا اذا ما قلت بانهيار، بقطر كيف هو الوضع؟ للصراحة طبعا الإيراد بالمجال العقاري كتير منخفض،
يعني تراجع كثير الإيراد، ولكن حركة العقارات بقطر لا ما تأثرت، قيمة العقار ما تأثرت. بالأخص نحن اليوم بقطر مقبلين على اللي هو المونديال بال 2022، فالشغل جاهز عم بيتجهز للمونديال. نعمل إذا بدك شيء اسمه تسهيلات للأجانب للاستثمار بقطر. اليوم صار في أي قطري أي إنسان من العالم يجي يشتري بقطر يأخذ إقامة دائمة، يكون عنده استثمار بقطر يتملك. فهذه الشغلات عم تحفز السوق العقاري أكثر وتقوي، بالإضافة لأنه التحضيرات للمونديال، الأعمال البناء والإنشاءات باقي على قدم وساق مع احترازات معينة بخصوص الكورونا. نعم حضرتكم مقيمين دائما بقطر؟ هلا طبعا جيتوا من وقت الكورونا؟ لا من بعد الكورونا انا ما نزل. اخذت الفاكسان؟ عائلة زيارة اسبوع الجاي الموعد، نهار الاحد القادم اول جرعه. قبل ما يتشجع الشعب طبعا اللبناني. هون اكيد هون الفاكسان تقريبا صار رح يصل له شهر ونص بدا توزيعه للفئات العمريه الكبيره كلها اخذت اللقاح. الجهاز الطبي طبعا اكيد، الجهاز التعليمي هلا بلش، واللي عندهم الحالات الامراض المزمنه وهي الشغلات لينتقلوا للفئات الثانيه. المفروض قطر بخلال 3 شهور تكون مخلصه لكل المقيمين على ارضها يكونوا اخذوا اللقاح. بتعتبروا كان عندكم صعوبات بمواجهه هذه المرحله اللي قطعت مثل كل البلدان او اكثر شوي او اقل شوي؟ يعني احنا اذا بدنا نحكي صعيد لبنان كان عندنا كثير صعوبات بالتعامل مع بانديمية كوفيد 19، لانه نحن ما عندنا بس شيء اسمه ازمه صحيه، نحن كنا قبل ديجا بازمه اقتصاديه بازمه سياسيه مما انعكس على المجتمع وتجمعت كل هالعوامل وخلتنا كانه مش قادرين نحن نطلع من كل هاي الاشياء. أكيد هذا التأثير كان أقل بقطر، بس نسبة إلى دول المجاورة كيف بتلاقوا حالكم تعاملتوا مع البانديمية كوفيد 19؟ لا أكيد يعني بلبنان الله يعينكم ويعين أهلنا ويعين كل الناس، الوضع اللي كان بلبنان وبعده الله يقطعه على خير. قطر طبعا كان في إدارة كتير يعني جيدة للتعامل مع الفيروس من الناحية الطبية ومن الناحية الاقتصادية. لا شك صعوبة على الكل، في شركات خسرت، في شركات سكرت، في شركات صار عندها مشاكل. جينا فترة سكرت قطر حوالي 3 شهور، كل المرافق الرئيسية فيها تسكرت، المناطق الصناعية، ولكن قطعت هالمرحلة. تقريبا نحن من شهر 9 رجعنا للحياة شبه طبيعية. هلأ أكيد مع اتخاذ الإجراءات الوقائية طبعا وبعد في احترازات كثيرة. هلأ هاي الفترة في خوف من موجة تانية، رجعوا شوي يزيلوا الاحترازات، ولكن الحمد لله يعني أكيد أفضل بكثير من أي دول تانية. يعني اليوم نحن العدد ما بيتجاوز 300 أو 400 شخص يوميا، نزل ل 150 قبل فترة. نعم. سؤال أخير، حضرتك حكيت عن مساعدات من الدولة للشركات وذكرت مبالغ، هل كانت للجميع على حد سواء ولا حسب ميزانية الشركات أو حسب تقدير للخسارات؟ لا، هي أول شغلة نعطوا تسهيلات بالبنوك الشركات، يعني ندعموا بالرواتب وبالإيجارات للموظفين والإيجارات تبعهم لمدة 3 شهور لمدة 6 شهور، طبعا على قروض بأرباح خفيفة بأرباح مخفضة. هاي من جهة. من جهة تانية المصانع والمناطق الصناعية واللوجستية نعفوا من الإيجارات، نعفوا من الكهرباء.
هاي المساعدات على هذا الشكل كانت. شكرا شكرا كثير، شكرا للمعلومات، وعن جد بدي اقول لكم ميرسي بوكو، عم تعطونا من وقتكم وتشاركونا كيف واجهتوا الفيروس، او مثل ما قلت الله يساعد لبنان ويساعد اهلنا بلبنان ويساعدنا كلنا ويكون مع الجميع، الله يحمي الجميع، بالنهايه اهم شيء الصحه. وجود لك بكل شيء بتعمله، ان شاء الله الى لقاء قريب. ثانك يو لكم، يعطيكم الف عافيه والله يوفقكم يا رب، برنامج كثير مميز. تحياتي لك، تحياتي للاستاذ خليل، ويعطيكم الف عافيه. شكرا لكم. شكرا، سهرة سعيدة.